برأيكم الآن المجلس العسكري الانتقالي ينحو إلى حكم البلاد منفردا أو يضم إلى جانبه فئة معينة؟ أنا أعتقد خلال الفترة الانتقالية قبل الإجابة على هذا السؤال إذا ارتكب المجلس العسكري خطيئة تكوين حكومة سماها تصريف أعمال من العناصر الملتفة حوله الآن سيتحمل مسؤولية تاريخية. نحن كشعب سوداني قادرون على الخروج من عنق الزجاجة. رجاء عشان الكلفة والسلق البيض والاستعلان ما تهددونا بحكومة تصريف أعمال من الناس الحس ملتفين حولكم مع تمثيل رمزي هنا وهناك غير مقبولة. وأنا حأقول لك لماذا. أولا هذه أكرر هذه ثورة شباب ثورة مفاهيم وليست ثورة اقتلاع النظام. ونحن نعرف تماما ومدة الحلقة لا تسمح كيف جاء المجلس العسكري في هذا وماذا حصل من اليوم الأول وقبل اليوم الأول. دي كلها معروفة لكل مواطن سوداني بالناس مش أنا كزول متابع بالتفصيل الدقيق معروفة تمت كيف المسألة كلها وساكتين. فما تخلونا نطلع من سوداني. وكانك تشير أستاذ سليمان إلى أنه إذا نحى المجلس العسكري إلى تشكيل حكومة تصريف أعمال أو كفاءات أو سميها كما شئت أو المجلس العسكري يسميها كما شاء بالاستعانة ببعض الملتفين منه كما ذكرت، كانك تتحدث عن أن ربما السودان سيشهد ثورة جديدة. أنا تقديري الشخصي أن الثورة لم تكتمل، دي واحد، وهي أكرر للمرة العاشرة ثورة قيم وفاهيم وليست ثورة اقتلاع النظام، وهي ثورة لا يمكن أن تستبدل نظام عسكري بنظام عسكري آخر مع احترامنا لأخواننا العساكر ولجيشنا السوداني الباسل وتاريخه اللي بنعرفه من قبل القرن الفات. جميل؟ هذا الشعب يستحق أفضل مما قدمته له النظام المباد ويستحق أفضل مما قاعد تفكره فوق يا سيد البرهان.